النهارده الحاج عامر حسين استغل ان جميع الجماهير في جميع العالم بتتابع كاس العالم وغفلنا وعمل 3 مباريات في الدوري المصري. كاس العالم اللي بيشهد مستوى تاريخي واداء اكثر من ممتاز خصوصا من فرقنا العربيه المشاركه في المونديال. ما علينا دلوقتي من كاس العالم، النهارده كان عندنا 3 مباريات في الدوري المصري افتتحها الحاج عامر حسين مبكرا عشان يتيح الفرصة لجماهير كرة القدم المصرية لمتابعة ومشاهدة مباريات كاس العالم. كتر خيره لعب في الوقت الفاضي مباريات الدوري المصري. النهاردة كان عندنا مباراتين صباحا، مباراة جمعت ما بين حرس الحدود اللي استضاف نادي بيراميدز، واستطاع بيراميدز ان هو يفوز بهدف مقابل لا شيء سجله فخري لقاي لاعب الفريق الجنوب افريقي من ركلة الجزاء في الدقيقة 54. المباراة ما كانتش جيدة، سيطر بيراميدز عليها لكن بدون فرص حقيقية، حتى استطاع في الشوط الثاني ان هو يسجل هدف المباراة الوحيد اللي رفع رصيده من النقاط للنقطة الثامنة هذا الموسم، النقطة الثامنة لرصيد نادي بيراميدز، بينما توقف حرس الحدود عند نقطة واحدة فقط لا غير. المباراة الثانية اللي اتلعبت النهاردة كانت مباراة حماسية وجميلة جدا، سبحان الله، يعني زي ما يكون الدوري المصري حرب الغيرة من كاس العالم. فادانا مباراة رائعة النهاردة جمعت ما بين البنك الاهلي وانبي. المباراة انتهت بنتيجة كبيرة 3-2 لصالح نادي انبي. نادي انبي افتتح المباراة مبكرا جدا واحرز 3 اهداف عن طريق المهاجم التونسي رفيق كابو ويوسف لبيب في الدقيقة الثانية والدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة 26 استطاع محمد عبد العاطي ان هو يسجل هدف البنك الاهلي الثالث. الشوط خلص ب 3-0. الشوط الثاني اتلعب ومر منه وقت كتير جدا، محاولات من البنك الاهلي وتصديات متتالية من البلعوطي حارس مرمى انبي، وفي العشر دقائق الاخيرة حارس طرد لناصر منسي مهاجم نادي البنك الاهلي، والنتيجة 3-0 لصالح انبي. طبعا كلنا قلنا خلاص المباراة كده يعني منتهية بنسبة 100%، لكن في الدقيقة 87 بعد الطرد مباشرة بيفاجئنا محمود قعود بتسجيل الهدف الاول لصالح نادي البنك الاهلي عشان تصبح النتيجة 3-1. بعدها بدقائق اللعب فضل سجال حتى تعرض محمود الجزار مدافع نادي البنك الاهلي لحالة الطرد الثانية في المباراة والثانية للعيبة البنك الاهلي، وبصراحة طلع ضرب شلوت غريب كده في وجه عماد ميهوب لاعب نادي انبي المعار اليه من نادي بيراميدز، واطرد محمود الجزار والنتيجة 3-1، والبنك الاهلي اصبح بيلعب بيه 9 لاعبين. وفوجئنا بعد الطرد مباشرة زي ما حصل في الجون الاولاني، ركلة الجزاء احتسبها الحكم بعد العودة دي الفار وسجل منها في الدقيقة 90+7 محمد هلال مهاجم نادي البنك الاهلي الهدف الثاني للبنك الاهلي، وما كانش في وقت في المباراة باقي علشان يطرد واحد تاني من البنك الاهلي والبنك الاهلي يقدر يجيب هدف التعادل. المباراة انتهت بفوز نادي انبي 3-2. نادي انبي رفع رصيده من النقاط للنقطة الخامسة، وهو نفس رصيد البنك الاهلي من النقاط. المباراة الثالثة مباراتنا الجماهيرية المنتظرة هذا اليوم، الاتحاد السكندري على ارضه وسط جماهيره بيستضيف غزل المحلة. الاتحاد على قمة الدوري برصيد 9 نقاط والمحلة ايضا عنده 7 نقاط. مباراة كانت حماسية وجماهيرية ومنتظرة خصوصا لجماهير الاتحاد السكندري اللي احتشدوا في المدرجات، لكن للأسف الشديد المباراة انتهت بهزيمة لجماهير الاتحاد السكندري اللي انا بحبها بشكل شخصي. غزل المحلة طبعا مبروك لجماهيره ما اقصدش، لكن انا بحب جماهير الاتحاد السكندري ونادي الاتحاد السكندري وكنت اتمنى ان هو يحقق الفوز ويظل في المقدمة، لكن على العموم مبروك لجماهير غزل المحلة الفوز بالمباراة بنتيجة 2-0 بهدفي باول مفوافي اللي سجله في الدقيقة 31 لاعب منتخب مدغشقر طبعا، والهدف الثاني سجله احمد الشيخ. المدير الفني الكبروسي نيكوديموس بابا فاسيلو تفوق في هذه المباراة على المدرب زوران مانولوفيتش مدرب نادي الاتحاد السكندري الصربي. طبعا المباراة في الشوط الاولاني شهدت سيطرة من نادي الاتحاد السكندري، ضياع اهداف، كرة في العارضة، كرة في القائم، لكن المحلة استطاع ان هو يسجل هدفين. في الشوط الثاني حاول مانولوفيتش ان هو يغير الاداء، عمل العديد من التغييرات، دفع بيكيزيتو الظهير الايمن الدولي الاوغندي في مركز الظهير الايمن، ودفع ايضا بسعيد وسيمبوري ومابولولو، وبعد كده دفع بيه عبد الغني محمد وكريم الديب، لكن تغييرات مانولوفيتش لم تسفر في النهاية عن تغيير النتيجة عشان تنتهي المباراة بفوز كبير لصالح نادي غزل المحلة بثنائية مقابل لا شيء، علشان يرتفع رصيد غزل المحلة ل 10 نقاط هذا الموسم ويحتل مؤقتا صدارة الدوري المصري هذا الموسم في انتظار مباراة النادي الاهلي القادمة قدام طلائع الجيش. الاهلي طبعا عنده 9 نقاط ولو كسبها يبقى في المركز الاول برصيد 12 نقطة. بصراحة يعني مبروك
لجماهير المحله ولاعيبه غزل المحله الاداء الاعجازي هذا الموسم حتى الان، والوصول لصداره الدوري المصري برصيد 10 نقاط. هارد لك للاتحاد السكندري وجماهيره. معلش الاتحاد لسه في المقدمه ايضا في المراكز الاولى في الدوري المصري، في المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز في اول 3 مباريات متتاليه والهزيمه في المباراه الرابعه. باذن الله باذن الله القادم افضل لنادي الاتحاد السكندري والجماهير سيد البلد. بكره باذن الله عندنا مباراه مهمه جدا في الدوري المصري هتجمع ما بين نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي في اعاده لمباراتهم اللي كانت من ايام قليله في كاس مصر، كاس مصر موسم 2021-2022، واللي انتهت بفوز نادي الزمالك بهدف نظيف سجله سيد نيمار، هدف اكثر من رائع. بكره مباراه اخرى ما بين الزمالك والمصري في الدوري المصري. انا تحدثت عن هذه المباراه كثيرا وقلت كثيرا ان الكابتن ايهاب جلال بيشهد صعوبة في قيادة نادي المصري البورسعيدي، والمباراة بكرة هتكون اختبار صعب للكابتن إيهاب جلال. بس أنا هنا حابب أقول حاجة ملفتة جدا لفتت نظري بخصوص هذه المباراة، وهي غياب 11 لاعب بكرة عن نادي الزمالك. تخيلوا بكرة المدير الفني البرتغالي بروفيسور جوزفالدو فيريرا هيلاقي معاناة كبيرة في تشكيلة نادي الزمالك. الزمالك بكرة هيغيب عنه كل من محمود حمدي الونش طبعا اللي عمل جراحة في الأربطة الخلفية وما زال بيتعافى منها، محمد عبد الغني بيعمل لسه في مرحلة التأهيل بعد الإصابة بشد في العضلة الأمامية، إبراهيم أنداي اللاعب السنغالي اللي انضم لنادي الزمالك في بداية هذا الموسم بيتأهل بعد الإصابة بمسك في العضلة الخلفية. بعد كده سامسون أكينولا بيغيب لعدم الجاهزية، طبعا هو المهاجم البنيني اللي انضم لنادي الزمالك في بداية هذا الموسم، كان سافر الأيام اللي كان فيها التوقف وتأخر في العودة وبالتالي هو مش جاهز. نبيل دونجا اللي انضم لنادي الزمالك من بداية الموسم من نادي بيراميدز تأهيل بعد جراحة الغضروف. شيكابالا ايضا يغيب تأهيل بعد اصابة بكدمة في مفصل الكتف. زكريا الوردي بيغيب ايضا بسبب عدم الجاهزية الفنية، والحمد لله انه بيغيب، ده لسان حال جماهير نادي الزمالك. احمد فتوح يغيب ايضا تأهيل بعد اصابة وجه القدم. محمد عبد الشافي تأهيل بعد اصابة رشح الركبة. سيف الدين الجزيري طبعا متواجد في قائمة منتخب تونس اللي بتشارك في كاس العالم وخرجت من كاس العالم، هيكون متواجد بعد كده باذن الله مع الزمالك في المباريات القادمة بعد خروج تونس. سيف الجزيري لم يشارك في ولا مباراة مع منتخب تونس. واخيرا يوسف حسن المهاجم الشاب اللي انضم لنادي الزمالك هذا الموسم قادما من نادي وادي دجلة يغيب ايضا عن هذه المباراة. ربنا يكون في عون جهاز الفني لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. 11 لاعب شبه اساسيين يغيبوا غدا عن مباراة الزمالك المهمة في الدوري المصري قدام المصري البورسعيدي والكابتن ايهاب جلال. الاسماعيلي ما زال بيستعد لرابع مبارياته في الدوري هذا الموسم. الجمعه القادم باذن الله اول مباريات النادي الاسماعيلي على ارضه وسط جماهيره باستاد الاسماعيليه. المدير الفني جاريدو قرر ان اللعيبه تخش في معسكر مغلق بدايه من يوم الاربعاء علشان يوصل لاقصى مدى من التركيز مع اللاعبين. جاريدو متفائل جدا، كل البوستات بتاعته على مواقع التواصل الاجتماعي دايما بيقول الجماهير مع اللعيبه وكلنا بنحب بعض يا جماعه، كلنا حلوين كلنا كويسين، بس يا رب يكون ده على خير باذن الله في الملعب لصالح النادي الاسماعيلي ويقدر يعمل اول انتصار له هذا الموسم قدام نادي سموحه في المباراه القادمه مع مديره الفني كابتن طارق العشري. مباراه صعبه بالتاكيد مع مدير فني مميز بيقدر يقفل بشكل كبير جدا خطوطه خلال احداث المباراه. لعيبه نادي الاسماعيلي النهارده والجهاز الفني احتفلوا بعيد ميلاد الاسطوره علي ابو جريشه، الكابتن كان حاضر ووجه كلمه للاعبين طالبهم فيها بالظهور بمستوى جيد في الفتره المقبله، وهو قال انا عارف ان انتم بتواجهوا ظروف صعبه، بالتاكيد الفلوس متاخره عليكم، لكن بالتاكيد ايضا الجماهير اللي بتدعمكم ملهاش ذنب في ده، وهم ليهم حق عليكم انكم في النهايه تادوا بشكل كويس والظروف صعبه على الجميع، ودي رساله بقولها للاعبين النادي الاسماعيلي ان الظروف صعبه في كل حته في كل انديه العالم، بلاش انديه العالم عشان ما نبالغش، على الاقل في الانديه المصريه. وفي النهايه مفيش حد مش هياخد فلوسه باذن الله بالتوفيق للدراويش. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه ما تنساش تشرفني وتعمل تنساش تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. بنتابع كل حاجه رياضه محليه وكاس عالم. اشوفكم على خير باذن الله. شكرا ليكم وسلام عليكم.